لو انت من مواليد 29 فبراير تفتكر هيحصل لك ايه؟ طبعا السنة دي سنة كبيسة، وكلنا عارفين ان السنة الكبيسة بتيجي في شهر فبراير بيبقى 29 يوم بدل 28 يوم زي ما هو بيجي كل سنة. والسنة الكبيسة دي بتيجي كل 4 سنين، يعني 2020 او 2024 او 2028 وهكذا. بس الفكرة هنا ان شهر فبراير بس اللي بيجي زيادة يوم واحد، يعني يوم 29 فبراير بيجي كل 4 سنين مش بيجي كل سنة. طب لو انت بقى حظك يعني مش ولا بد واتولدت في يوم 29 فبراير، يعني هتحتفل بعيد ميلادك كل 4 سنين، تفتكر ايه اللي هيحصل لك في حياتك بسبب ولادتك في اليوم ده تحديدا؟ مبدئيا كده اللي بيتولد يوم 29 فبراير بيبقى تقريبا يوم حزين بالنسبه له ان هو يتولد في اليوم ده، لانه ما بيعرفش يحتفل بعيد ميلاده غير كل 4 سنين مره، او يحتفل بيه يوم 28 فبراير او يوم 1 مارس. كده كده انا عارف انك فقري بغض النظر عن انك ما اتولدتش في 29 فبراير اصلا، بس انا جاي للناس اللي اتولدت في اليوم ده تحديدا، تفتكر ايه الصفات اللي هتحصل لهم؟ والناس بدأت تسأل نفسها هما الناس دول بيبقوا فقريين في ايه، او ايه المشاكل اللي بتحصل لهم، وايه اللي حصل قبل كده للشخصيات التاريخية اللي اتولدت في اليوم ده بالذات. اول حاجة للناس اللي اتولدت يوم 29 فبراير ان هما بيطلق عليهم لقب شائع جدا بيتقال لهم هما بس، الواسبون او القافزون، لان الناس دي نطت في السنة من غير ما يكون في يوم اصلا ينزلوا فيه. يعني كل البني ادمين العاديين بيتولدوا 28 او 1 مارس، لكن الناس دي جت في يوم مش موجود غير كل 4 سنين، يعني جاتك حشرت في النص كده. وعشان كده مجلة فيميل عملت عنهم بحث وقالت ان هم عندهم شوية حاجات نادرة جدا، وبدأت تجمع النقط دي عنهم، واولها ان هم اشخاص نادرين جدا، يعني نسبة وجودهم في الكوكب حوالي 68 من 1000، يعني تقريبا 5 مليون شخص في كل اللي موجودين على الكوكب، يعني نسبة الندرة بتاعتهم اكتر من اللي عندهم 11 صابع. ممكن تسمع عن واحد عنده 28 سنة لكن لما كمل 28 سنة كان بيحتفل في الوقت ده بعيد ميلاده السابع، وطبعا الموضوع كان مصدر سخرية من بعض الناس، وده اللي دفع بعض الدول انها تلغي مواليد 29 فبراير وتقرر انه اي حد يتولد في اليوم ده تحديدا يتسجل يوم 28 او يوم 1 مارس وما يسجلوش حد في 29 فبراير. طبعا اي حد طبيعي بيتولد في اي يوم دايما بيحب يشوف مين اشهر ناس اتولدت معاه في نفس اليوم، لكن الناس دي بالذات لما بتيجي تدور على اشهر الناس اللي اتولدت معاها في نفس اليوم بتلاقي قائمة قصيرة جدا، اولهم سوبرمان لان هو رجل خارق، وبعد كده بيجي شوية ممثلين ومغنيين وشوية ناس مشهورين، بس اللي كان مشهور جدا رئيس وزراء في استراليا، والراجل ده اتولد ومات في نفس اليوم 29 فبراير، جيمس مالين ويلسون رئيس وزراء تسمانيا في استراليا. بس الراجل ده المميز عنده انه اتولد يوم 29 فبراير ومات يوم 29 فبراير. تخيل واحد اكبر انجاز عمله في حياته انه اتولد ومات في نفس اليوم رغم ان هي مش بارادته اصلا، وده الراجل الوحيد في العالم اللي اتشهر بالموضوع ده انه اتولد ومات في نفس اليوم 29 فبراير تحديدا. ولو استغربت من اللي فات تعالى اقول لك الاغرب جدا، عاده ولاده الطفل في اليوم ده تحديدا بيبقى امر صعب ونادر جدا ومش اي حد بيحصل معاه، لكن في ناس حصل معاها الموضوع ده بشكل غريب جدا. وعاده برضو لو انتوا اب وام وعايزين تظبطوا ميعاد ولاده ولادكم الاثنين في نفس اليوم برضو بيبقى موضوع صعب جدا. تخيل لو 3 اطفال اتولدوا في نفس اليوم واليوم ده كان 29 فبراير، وده اللي حصل مع عيله ولدت 3 اطفال في نفس اليوم اللي هو 29 فبراير. لكن طبعا الاطفال دي اتولدت في سنين مختلفه بمعدل 4 سنين، يعني كل 4 سنين ولاده منهم. سنه 1960 اتولدت هايدي، وبعدها ب4 سنين سنه 1964 اتولد الطفل اولاف اخوها، وسنه 1968 اتولد اخوهم الثالث مارتن. وطبعا حسب الصحف العالميه الثلاثه دول دخلوا موسوعه جينيس للارقام القياسيه اللي هم اصلا ما عملوهاش بمزاجهم. وبعدها بكام سنه الموضوع اتكرر مع عيله ثانيه خالص اسمها عائله يوتا، لما لوز الاب بدا يستقبل اطفاله 2004 2008 2012 يوم 29 فبراير. ولو انت شايف برضو الموضوع في الناحيه دي ممكن يتكرر عادي بسهوله، فتعال اقول لك انه في ام وبنتها هما الاثنين اتولدوا يوم 29 فبراير. في ولايه نيوجيرسي سنه 1980 اتولدت ميشيل الام، وبعدها سنه 2008 ولدت روز يوم 29 فبراير. وده طبعا كان اول حاجه يحصل فيها تكرار لجيلين مختلفين يتولدوا يوم 29 فبراير، لكن الاغرب من كده انه حصل بعد كده 3 اجيال مختلفه، جد واب
وحفيدة كلهم اتولدوا يوم 29 فبراير. وطبعا الموضوع لما زاد كان لازم يأسسوا جمعية لمواليد يوم 29 فبراير، جمعية Owner Society of Leap Year Day Babies. الجمعية اتأسست سنة 97 وبدأ يبقى لها متابعين كتير لدرجة انها وصلت 10,000 متابع على الفيسبوك، وانضم لها اكتر من حوالي 800 عضو، وبدأوا يحتفلوا بأعياد ميلاد ناس لحد ما وصلت واحدة عندها 100 سنة بتحتفل بعيد ميلادها 25، وبدل ما تزعل ان هو 25 قرروا ان هم يعملوا لها اكبر عيد ميلاد في حياتها. تفتكر لو انت كنت من مواليد 29 فبراير هتزعل ولا تفرح؟ انا عادل مجدي، يا ريت شير كتير للمعلومات دي عشان الناس اللي مولوده في 29 فبراير ما تعرفش عنها حاجه. ولو انت من مواليد 29 فبراير او تعرف حد مولود في اليوم ده اعمل له منشن واكتب له في الكومنت ان انت مش لوحدك.